من الهند إلى العالم كان حب الطهي والشغف به رسالة الشيف فينيت بهاتيا الذي انطلق بحلمه الكبير ووصل إلى لندن عام 93. يخطف الأنظار ويصبح بعد سنوات أحد أشهر الطهات عالمياً وليعرف بوجه المطبخ الهندي الحديث. تقدم الشيف وتقدمه لم يتوقف فضلا عن مشاركته الأخيرة في مهرجان دبي للمأكولات، وضع كتبا عدة بالطهي وساهم في العديد من البرامج التلفزيونية والمسابقات، وحصل على نجمة ميشلان فضلا على العديد من المطاعم في العالم لا سيما في دبي، ليحقق عدة أرقام قياسية ويصنع العديد من التجارب في عالم الطهي وليكون نجم المطبخ الهندي عالميا. الشيف باتيا ضيف صباح العربية اليوم. على كل ينضم إلينا في الاستوديو الشيف فينيت بهاتيا. أهلا بك شيف، نورتنا في صباح العربية. أهلا بك، تعتبرون أحد أهم طهاة العالم، حدثنا أكثر عن الشيف فينيت وعن المطبخ الهندي الحديث. إن المطبخ الهندي تغير كثيرا خلال السنوات الماضية، منذ أن ترعرعت في الهند تعلمت التقنيات الكلاسيكية، ولكن بعد التنوع الكبير الذي أصاب العالم الناس يريدون طعاما صحيا ولكن يريدون النكهات ذاتها. ولكن أريد أن أقول أن هناك تشابه بين الطعام الهندي والعربي، هم يفكرون بالسموسة وبالبرياني، ولكن أقول أنكم أن ذلك يأتي من العالم العربي، إن هذه الأطباق. ولكن في هذا الجزء من العالم هنالك الكثير من التفاعل مع الطعام الهندي لأن النكهات متقاربة. شيف فينيت، لكن هناك من يرى بأن المطبخ الهندي مليء بالتوابل الحارة، هذه التوابل التي نوعا ما قد تكون غير محبذة لدى البعض، فهل تعتقد بأن المطبخ الهندي يحظى بقدر الاهتمام للمطابخ الأخرى عالميا وعربيا؟ إن المطبخ الهندي لا يفهم كثيرا في الكثير من الأحيان. إن المطبخ الهندي هو عن النكهات والتوابل، لديكم الزعفران والهال وماء الورد والكثير من النكهات، وليس فقط الفلفل الحار. هناك خلط بين النكهات، بين التوجهات. كما أن تأكلين في الهند مثلا، خصوصا في المنازل، لا يأكل الناس الطعام الحار. عندما كنت حارا كنا نأكل الحار كإضافة، ولكن النكهات في الهند هي التوابل، والهند هو بلد التوابل كما تعرفون. هناك الكثير من الإضافة التي تمنحه هذه التوابل للطعام الهندي وتمنحه طعمة عظيمة. طيب شيف، هناك العديد من الطهاة في المطبخ الهندي، أنتم تميزتم، لفتتم الأنظار وحصلتم على نجمة ميشلان العريقة، ما الذي ميز الشيف فينيت؟ إن الطريقة التي أنظر فيها إلى الطعام هي طريقة مختلفة مبدعة. أنا أنظر إلى الطعام كمجال للإبداع. هنالك النكهات الكلاسيكية، هناك لديكم على سبيل المثال مطعم، في مطعمنا طبق اسمه حبيبي تشيكن، والناس هنا في الإمارات وفي الشرق الأوسط يحبونه، وهو بكل بساطة دجاج تيكا مع نكهة الزعتر. أنا أيضا أدخلت بعض النكهات من الشرق الأوسط كالزعتر، ولكن لم يسمعوا أبدا بكباب أو تيكا دجاج مع زعتر. كما أستخدم الثوم واللبنة والزعتر وبعض السمسم. إذن هذه الأمور أدخلتها إلى مطبخي. ولكن أيضا المهم هو الشكل. عندما تذهبين لأكل طبق ما في مطعم، تريدين أن تأخذين صورة للطبق، لذلك إن
الجاذبية الشكلية، الشكل، المظهر، إذا جذبكم هذا الطبق فهو قد نجح ويأتي لكم بالسعادة. وهذا ما أحاول أنا أن أقوم به. أحاول أيضا أن أزيل الكثير من السمنة والكثير من الدهون التي تأتي بالثقل إلى الطعام. أنا أحاول أن أجعل أطباقي نظيفة، خفيفة وجميلة، ولكن الأهم يبقى الطعم في الفم. أها. طيب شيف فينيت، اليوم هذه الإضافات التي أشرت إليها خلال كلامك للطعام لتتناسب مع دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، ألا تعتقد بأن تحديث الأطباق الكلاسيكية الهندية يفقد الطبق جوهره هويته؟ الشيء الأهم هو الطعم، هذا ما أقوله دائما. عندما تأكلون في مطاعمي في أي مكان في العالم، إذا أغمضتم عينيكم فستشعرون بطعم الهند، وهذا هو الأهم. بالنسبة لي كيف تضعين هذه الأمور في طبق هذا أمر مختلف، لكن الطعم هو الأهم، والطعم الذي ستشعرون به في مطعمي هو طعم الهند في أي مكان من العالم. والناس لديهم قدرة على التعرف على الجذور الهندية التقليدية للمطبخ في مطبخي. وإذا تحدثتم عن خلط بين مطبخين، أنا لا أقوم على سبيل المثال لا أصنع سوشي هندية، ولكن آتي بنكهات وأزاوج هذه النكهات ببعضها، وأعتقد بأن السكان في كل بلاد العالم يحبون ذلك. وأنا موجود في الشرق الأوسط خصوصا في دبي منذ 2012، وأنا أسافر حول المنطقة منذ العام 2000، وأنا أفهم النكهات في الشرق الأوسط، النكهات في الخليج، وأنا أعرف أصدقائي هنا وأعرف كيف يأكلون وماذا يحبون، وأعرف كيف أمازج بين العالمين. طيب شيف، شاركت في مسابقات عالمية ووضعت كتبا عدة حول الطبخ، كيف شاهدت إقبال وتفاعل الناس مع المطبخ الهندي الحديث؟ هل أحبوه؟ لقد كانت ردود الفعل إيجابية بشكل كبير، لقد تفاعل الناس بشكل جيد وجميل. ففي مطاعمي سيكون هنالك ما أقدمه من الكلاسيكيات التي يتوقعها الناس في أي مطعم هندي كالخبز الهندي، ولكن أريد أن أقول أن ذلك أهم، أن نقدم للناس ما يعبر عن الهند. وهناك 4000 مطبخ هندي في الإمارات على سبيل المثال تقدم الطعام الهندي، ولكن ماذا يمكن أقدمه أنا مع 4000 مطعم؟ وليس فقط البرياني الأفضل، يجب أن أقدم شيء مختلف، والمختلف بالنسبة لي هو الأخف وهو الأجمل. وألا يفقد. بس سريعا، هل لديكم في الهند جملة العين تأكل قبل الفم أحيانا؟ مبدأ العين قبل الفم هو مبدأ عالمي ومبدأ هندي بشكل أساس، لأن الهند هو لأن في الهند العين هي الحواس الأولى. ثم شكرا جزيلا لك.